نرحب بالسيد كمال عربي مدير عام الشباب. نرحب بالسيد عبد الخالق الزاهي مدير عام مركز رسكت وتحميل إدارة الشباب والتربية البدنية برأس. نرحب أيضا بالسيد كمال هنيد مدير مؤسسة الشباب وزارة الشباب والرياضة. في البداية أود أن أتطرق إلى جمعية خدماء الجبهة وإلى التغيير الحاصل في الوقت الحالي نظرا لغياب السيد الرئيس وانتقاله إلى العمل ببلد آخر. وأود أن أقول أنه عقد المكتب الوطني جلسة وتم على إثرها بالتوافق جميع أعضاء المكتب الوطني انتخاب السيد جوهر السلامي رئيس لجمعية خدماء بيربي. وهي بكلمة السيد رئيس الجمعية السيد جوهر السلامي. السلام عليكم، صحيح بيك الناس الكل. سي شكري التازي من بكري هو داخل قال أنا عندي 3 سنين نستنى في نهار اللي باش نتلق فيه الجمعية هذه. هو إحنا كيفو حبينا اليوم ما خممناش في العوامل الكل. العامل الوحيد اللي خممنا فيه هو أنه ننطلقوا من واقع مؤسساتنا، ننطلقوا من محور من المحاور المهمة في مؤسساتنا، وهذا عنصر من عناصر عمل الجمعية. مش باش نبقاو نستنوا، حبينا نبدو بالفرلة الموجودة. ما خممناش في الكثرة، ما خممناش في عدة عناصر. تم عديد العوائق اللي اعترضت إعادة الانطلاقة للجمعية هذه. الحمد لله احنا توا حاليا في نشاط كان بادر من المكتب الجهوي بالكيف، نسقنا معاه، وهذا ان شاء الله تكون سياستنا في المرحلة القادمة، هو اننا ندعم جميع المبادرات الجهوية. حبينا في المرحلة هذه لقينا اهتمام مع نشوفوا سي شكري التاج، نشوفوا سي كمال العربي، نشوفوا سي عبد الخالق اليوم حاضرين معنا. هذا يبين اللي هما بخلاف الصفة الأولى اللي في مهامهم اللي ذكرها سي سامي البكري، صفتهم اللي هما يا ولاد بيربي يا الشباب مشغل من المشاغل الأساسية متاعهم. هذا هو اللي احنا باش نستندوا عليه في عملنا في الجمعية، نعاونوا ياسر على وقفتهم معنا باش يعاونونا. ان شاء الله نوعدوا المنخرطين بتاع الجمعية كلها انه الانطلاقة بتاعنا باش تكون متنوعة وتشمل عديد العناصر. الخطوة الأساسية الأولى اللي ان شاء الله باش نتوجهوا له هو تجديد واستكمال تجديد كافة المكاتب الجهوية. بعدها باش يكون عندنا المجلس الوطني لمؤسسة المكاتب الجهوية هذه، وان شاء الله من فهم باش تكون الانطلاقة الحقيقية. نمر الكلمة للأخت إيناس وحلي باش تستكمل بقية العناصر تاع تاعنا. السلام عليكم، باسمي الخاص وباسم زملائي حتى راحوا بالسجع حضور. نحب نحكيكم على الفكرة هذه كيف جات. بعد المؤتمر التأسيسي للمكتب الجهوي لجمعية خدماء بالكاف، أول جلسة قلنا يلزمنا نعملوا نشاط وطني، نحبوا نشوفوا الزملاء، نحبوا نخرجوا، نحبوا نعملوا كسر القيود، نحبوا نعطوا كيما ناس كبرنا خدمة في الجمعية هذه، حبينا احنا ناخذوا المشعل ونكملوا في الجمعية هذه. اخترنا فكرة تكون من مؤسساتنا، اقترحناها على المكتب الوطني اللي تبنى الفكرة، ساهموا في بلورة الفكرة زملاء المكتب الجهوي بسوسة. بعدين انطلقنا للإدارة العامة اللي مشكور سي كمال على الإدارة العامة والجماعة الموجودين الكل، إنهم قبلوا الفكرة ورحبوا بها ودعمونا ماديا ومعنويا. كذلك فما برشا أطراف أخرى من زملائنا سواء على المستوى الجهوي أو الوطني اللي اتصلنا بهم باش زنونا بعض الصعوبات اللي احنا موجودين اليوم بين الكل. باش نستغل الفرصة إن احنا شوي كل زميل وزميلة يقف عرفنا بروحه باش السادة الحضور الكرام يعرفوكم. صفة عجلية كل واحد يقف عرفنا بروحه والجهة اللي جاية باش. نبدو سي شيماء. السلام عليكم، بشير بشيني عضو مكتب وطني نخدم في جهة جندو مدير تشغيل فرنان. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالله مناشطة في دار الشباب سيدي بوعلي ولاية فوسعة. السلام عليكم، أنا هاجر عمار دار الشباب طلبة ولاية المستير. إيناس العجيني عضو مكتب جهوي ولاية المستير. أميرة البحري عضو مكتب جهوي سوسة ودار الشباب سيدي سوسة. هلا بدرورة مناشطة دار الشباب سيدي سوسة.
نعمل في سوسة. بيان سوق لشباب السور كيف؟ شلينا في البيت دار شباب التهمين وليه كيف؟ ومعنا عربي منشطة دار شباب التهمين وليه كيف؟ وده سليمي منشطة دار شباب التهمين سمينا كيف؟ هاي فضيلت دار شباب التهمين كيف؟ تمام مسلم دار شباب التهمين وليه كيف؟ شكرا لكم على هذا المشهد 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 شكرا لكم على مزين مبروك من فقط الشباب اللي في مصر. محصر العالوي رئيس مصلحة الشباب بن عروس. عجبت بجد من فقط دوش الشباب. سياب السعيدي دار شباب بن عروس. سياب العادي كتب عام المكتب الوطني متصرف مصلحة تنظيم المنطقيات قصر العنو ومنستي وزارة التعليم العالي. خدمات بيضاء. ليش من بسنين ما يقدر شباب مش تحت الكروان. إيمان شاب عضو المكتب الوطني. أنا في الواقع أنا تشبهت بزينة أولاً لأن فكرة إعادة عطلة زينة. لأن فكرة إعادة روح الجمعية قدوة بالبيع في كثيرة خلفت الأشياء وهذا يقولي أول الحاجات اللي كان لهم كما العرب هي مسألة جمعية قدوة بالبيع ثلاث سنين هو يحكي على ضرورة دعمها ويعني تبون فينا الماء وانا سابلي فارغ. بقى عندي ملاحظة أولى بربي ساعة في الاسم سيد رئيس. سيد رئيس مالك ملاحظة؟ هي كتب قدامين. مش انت ما مش قدوم ياسر معناها في الألمان اللي راه فيهم. ليش قدامين؟ أنا بقى كي لاني شو حكيت قدام هذه اسمع نقترح عليكم في خريجين في المجلس الوطني جاي ما نحن نتحدث هذه الملاحظه الاولى، الملاحظه الثانيه هو انه العدد شويه وقال ما هنش في الليل كم هو؟ 3 بالضبط معناها بروك اتر كابابل اللي اتر في كاس فوريونيه معناها لازم نشعر ونشعر انا كم مش هذا كيف مش معناها كيف طب نقل القوس شنو راح نقول لكم هسه كوما مسائل في الجاي راهو علاش مهمه جدا المساله هذه جمعيه اليوم في قتل المكتب الوطني سي شكري نقطة لكم باش نحكي بها كذا نود ان تكون الجمعيه ليست الاداره تطرح المواضيع التي تعجز عنها الاداره في اطار حر وتكون سندا له نلبس في سلوكي على الاقل تكون سندا له شوقي موجود انتخاب المكتب الوطني استقبلناه وهذا كان كبير على المكتب الوطني واننا لا نريد جمعيه تقوم بمهام الاداره نريد مهام مكمله له في بعض الاحيان كما كان الجانب الثاني نشكر بدار المكتب الجهوي بالكاف حقيقه اللي كانت حركه المكاتب الجهويه راه ربما جمعيه ترجع للبشر كما نشكر مبادرات المكتب الجهوي بالنابل اللي تابع في النشاط في الجانب هذا ونحن على استعداد كإدارة عامة نشجع جمعية قدماء بالقبيل. ونقول حاجة للتاريخ نفرح جدا بعد أن في مهندس بن عبد الخالق قصر على القدم خدمنا مع بعضنا في جمعية القدماء وأن الجمعية ننطلق في نشاطنا على هذه الشاكلة ومشاركة فيها. أكثر شيء عبر كإدارة عامة الشباب وكمال حكينا كإدارة عامة نحن على استعداد باش الجمعية ترجع لأدوارها ومهامها اللي حلمنا به وأدت في وقت ما. زهير السي شكري جمعية قدماء بير البي هي كان لها الفضل باش دخلت في مفهوم الوقت الحر الوقت الفراغ الجانب الثاني وقت الإدارة الشباب نتحدث على مؤسسة القرن 21 31 في السنة. أعتقد أن السي شكري أعطانا ميسيون كاملة آخر وأنا فاهم عبد الحضارة جد سعيد أن يكون معكم زملائي الأعزاء. أشكركم. أسعد خالد. بسم الله الرحمن الرحيم باش نتلقى في جوهر المداخله
نرحب بكم الكل. احنا عائله واحده بتاع الشباب سيبوا كل الدبابات البيع والبيع والمسؤولين وسي شكري كان من العلامات المضيئه اللي مرت على القطاع هذايا ونذكروه يعني بكل خير. انا بصراحه يعني عندما وجهت لي الدعوه من طرف الاخت ناس قلت روحي انا ايزيتون شويه خاطر عندي برشا ما تحدثتش عندي برشا ما قبلتكمش انقطع الارسال بيني وبينكم طويلا قلت لعل الرساله يعود مجددا في سياقات اخرى خاطر اتصالي بكم كان اكثر في جمعيه القدماء وفي الاداره العامه للشباب سابقا يحمل ذلك الطابع الرسمي شويه. اليوم لقيت فرصة أن نجيكم في سياق ثاني يعني نتكلم مع عبد الخالق الزاهي أكثر من الصفة والصفات والموضوع استثارني كي عرضت علي الناس الموضوع يعني معناها حركني الموضوع وذكرني بما طرحته وزارة التربية سابقا من شعار كبير ياسر إلى حد الآن زال وزارة التربية تساءل عن هذا الشعار الذي رفعته ولم تحقق فيه الكثير وهو أن يكون التلميذ محور العملية التربوية. شعار كبير ياسر يتطلب بيداغوجيات ومقربات كبيرة وتجديد وإصلاح جوهري في التعليم باش يولي بالحق التلميذ التونسي في جوهر العملية التربوية. عملوا محاولات مش معناها ما عملوش لكن ما لقيناش تقدم كبير في المدرسة في المعهد في الإعدادية في خاصة في مقاربة الشأن التلميذي وفي علاقة الأستاذ بالتلميذ وفي إرساء من المقاربات والمناهج الجديدة يكون فيها التلميذ حقيقة كما رينا في دول متقدمة أخرى كما كندا وغيرها أن التلميذ يولي لو دينامو دو ليكول تاع السيستيم التربوي السيستيم ليديوكاتيف مازلنا فما بالك في الترشيد وأنا باش نحكي شوية في الترشيد ومش نحكي من مقاربة تاريخية لأن سي كمال هنيد باش يحكي في الموضوع من جانب ثاني ونسقت معاه الصباح باش ما نتحدثوش في نفس الموضوع. أنا باش باعتبارنا في قدماء بربي أنا باش نشبد التاريخ. وباش نقول في التاريخ هذايا إلى أي مدى كان الشاب محور الاهتمام في المؤسسة الشبابية. من رأيي أنا الخاص. تمنيت ثم سي عبد المجيد سي كمال العربي بالذات شكون أقدم منا احنا شوي. سي عبد الجواري سي عبد الجواري تمنيت انه قدماء كما قال سي شكري القدماء بحق نشوفهم اليوم باش نكونوا مشاهدين على العصر معايا. قال انا اعتبر نفسي مخضرم لاني عشت معاهم وسمعت منهم سي بوسنينة وسي عبد القدماء سي هاشم سي محمد صالح وسي حبيت ان نعمل شويه خط على التاريخ. القطاع هذايا كما تعرفوا بدا التفكير فيه من اواخر الخمسينات وهذا شفناه في مرجعيات قطاع الشباب باش نذكر بدا تفكير الدوله انذاك وعهد الاشتراكيه والتعاضد انه تتعمل مؤسسات للشباب ويتم الاعتناء بالشباب في اطار منظومة الحزب الاشتراكي الدستوري القديم في تعب أوقاتي باش الشباب ما يضيعش ويبقى رافق من روافق الحزب والحزب يلقى في الشباب ديما أجيال أون بيبينيير يعني منبت باش يتواصل فيه الحزب وتعاملت بعض هياكل كتيبة الذكر وكانت كتاب الدولة للشباب فقط كانت إدارة للشباب والرياضة أو الإدارة للشباب والرياضة فقط يعني الوزارة كاملة كانت إدارة إدارة للشباب والرياضة تبع الوزارة الأولى. بدأت بعض المنشآت والمؤسسات اللي تتعمل أطوريا ترباب من غير حتى تخطيط تعملت مراكز كما غير كما بعض المراكز القديمة في 63 تعملت أول مؤسسات سميت دور شباب في رادس وبعدين في سوسة وفي قفصة وتعملت المؤسسه هذه على شكل معينه تعرفوها انه فيها فضاءات للتنشيط عباره على نوادي
وفيها فضاءات للإقامة والتغذية. وكانت على نفس الطراز تقريبا قفصة وقصرين شوية بعد كيف القصرين. الجيل الأول اللي افتح المؤسسات هذه ما قراش في بير البي. تعرف يعني بير البي أول دفعة تخرجت منها هي عام 68. نجم نقولوا عام 70 بدأت أول الدفعات تشتغل. الدفعات اللي قرات اللي خضعت لتكوين بسنتين أو أربع سنوات لأنه كان اللي يتميز في السنتين يعدوه يعمل سنتين أخرين يعني سيكل مويان سيكل سوبريور منهم المدير العام السابق السي جيلاني همام الأصمر. والجيل الأول اللي تفتحت بيد مؤسسة الشباب كان اختاروهم اختيار مباشر. كل الناس عندهم شعاع وإلا عندهم أولاد منظمات كما قال سي جوهر ولا عندهم شعاع يعني محلي وجهوي يختاروهم هم مش يديروا المؤسسات هذه ويخضروا الحلقات متفرقة في التكوين. وتو نحكيوا على التكوين يعني الجيل الثاني اللي هو مؤهل باش يخدم في المؤسسة هذه وباش يتولى التنشيط وتطوير الشباب ورعاية الشباب نبدأ نحكوا عليهم عام 70. التجربة كيفاش جبناها؟ ميزون جون جبناها من فرنسا معنا حتى إستوري في تونس معناها تطورت فيه مؤسسة معينة حتى أصبحت تسمى دار شباب. معناش مؤسسة كانت موجودة وتطورت ولا تغيرت ولت احنا جبنا تجربة حاضرة من فرنسا دي ميزون جون اللي فاتت من كتير سنة عشان وهي تجربة أحدثت في فرنسا تقريبا في الوقت هذاك في حراك في دار الحراك الفرنسي اشتراكي يرفع شعارات التربية الشعبية ايديوكاسيون بوبيل ومن هي جت مقولات لانيماسيون سوسيو كولتوريل في نفس السياق الفكري تقريبا جت هال باهي مش نحاول انا كما قلت ننطلق من وين وصل سي عبد الخالق. باهي سي عبد الخالق خلا شويه بالاوردر كرونولوجيك والاوردر حتى فيلوسوفيك شويه نتاع القطاع. القطاع هذا كيفاش تاسس من الاول وكيفاش شنو هما الاشكاليات اللي صاروا فيه. باهي لكن الاخوه معناتها طلبوا مني باش نحكي على مشاركه الشباب باش نحاول نروح ما بين هالمشكلتين الزوز او الاشكاليتين الزوز الموجودين في مشاركه الشباب في الشان العام بصفه عامه وفي مؤسسات الشباب. وهنا المستشار سي عبد الخالق قال كما مشكل في مشاركه الشباب وصارت مشكله في قطاعنا هذه وصارت حرب الى حد الان كيفاش نعطوا او نحثوا مجالس للتسيير يكون فيها الشباب هو صاحب القرار الاول وهو صاحب الفكره وهو مرافق المشروع الى غير ذلك. وصار فيها حتى اشكاليات ناس شاف فيها تهديد لهوياتهم المهنيه وتهديد حتى لخبزتهم. باش نحاول اون بريف باش تكون مداخله نظريا بقدر ما باش تكون مداخله تقرب شويه المفاهيم الشيكه هذه اللي نسمعوا فيها كل يوم عند خاصه المجتمع المدني وليزيوانجي وسيكسبيك مشاركه الشباب في الشان العام وتشريك الشباب الى غير ذلك. شنو هو مقاصد المشاركه؟ عادة مشاركة الشباب لأنهم احنا في عملنا احنا عملنا هو تنشئة اجتماعية نحن بصدد عملية للتنشئة الاجتماعية فلا بد أن المشاركة هذه تكون من مقاصدها التغيير الاجتماعي أن الشاب يكون مساهم في التغيير الاجتماعي. اثنين تنمية الوعي السياسي. أنت عندك نسبة مشاركة للشباب في الشأن العام وفي البلديات لا تتجاوز 3% في انتخابات تشريعية لا تتجاوز 6%. إيش معناتها؟ معناتها الشباب هذايا اللي أنت تحب تشاركه وتحب ترجعه محور العملية التنشيطية ومحور هذا الكون ومحور كل شيء هذا الشاب اللي نونشالون مش قاعد يشارك 6% أو 3%. إيش معناتها؟ معناتها مصيره مستقبله باش يخططوه ناس أخرين اللي هم شيوخ أعمارهم في 60 وفي 70 وفي 80 ومش عجب هم يحضروا له سياسات نتاع هم في القديم. فهمنا دوك المشكل هذا.
الثاني المقصد الثالث وهو تنمية القدرات الجماعية. أنت عندك ناس هذوما تحبهم يشاركوا، فلابد أن المشاركة تخليهم